عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله ميك قولي أنكحني أبي أوكي إدري امرأة بلا ميت يدري ذات حسب شرفا صاحبه المرغم فكان أبي أوكي من هذا يتعهدني فاجضوا كنته امرأة ابنه نكشي بلا ميت فاجضوا فيسألوا سؤاليها المرأة عن بالها عن شان بالها زوج كذا شان شيء ورصداي فتقول ميراث نعم الرجل رجل ينعم من رجل رجل ينعم لي لم يضع هو رجل كاسن كتمنا لنا انحال ننسونا ذي فراشا فراشا كتمنا ولم يفتش لنا انحال ننسونا ذي انفتشنا كنفا سترا أسطرا انفتشنا منذ وقت الحق بالله واتينا سيني هو الرجل رجل كاسن سيني هو فلما دال ذلك القول مركد ردي عليه على عمر عمر كرشي كده رضي ذكر عمر شاقي ذا ذكر هو عمر شاقي ذلك شان الأب ابني ونك شان شيء للنبي شاقي صلى الله عليه وسلم ونك انت قبرك دري وانا حال شيء سمرايو فقال النبي نوميك قولي ألقي لكل مين يعني لكل مي بي بي ابنك ونك إلي كل مي ونك سيقي لكل ميو مركي دم فلقيت ونيبا لكل ميو النبي لكل مي بعد وبعد ذلك مركاس وبعد يعني لكل مي فقال رسول الله ما يري صلى الله عليه وسلم كيف صدب تصوم وانت تصوم فقلت من ميك غوري كل يوم اصوم صومه كل يوم ما لن كسي صومه قال النبي مري فكيف صدب تختم هذا القران 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 ختم فكيف صدب تختم وانت ختم القران قلت من ميك غوري كل ليله في كل ليله ختمه قال النبي نو ميك غوري صوم صوم من كل شهر بالكسر ثلاثه قصوم واقرا اخر القران انا في كل شهر شهر كسر خدمه اخيو فقلت أن ميكو قولي وديك وودي أكثر والبضن أقوى من ذلك كاس وكوك بضن أود قال النبي ميري سوم صوم ثلاثة أيام سد بر في الجمعة الجمعة دي سد بر صوم فقلت ميري وديك وودي أكثر والبضن من ذلك صوم والكو بضن قال النبي ناو ميكو قولي أفضل يومين لما مالن أفر وصوم صوم يوم صوم قلت أن ميكو قولي إني أن وديك وودي أكثر والبضن من ذلك من الصوم صوم كاس والكو بضن أود قال النبي سوم صوم أفضل الصوم صوم كان فالبضن صوم كان هو قدر كان هو أفضل الصوم من هذا صوم داود نبي الله داود صوم شيء هذا سيوم يوم ما لن صوم شيء وإفطار يوم ما لن أفرو شيء وقرا آخر في كل سبع ليال تضبها من كست مرة تضغو تو مرة آخر وقرا آخر القرآن آخر في كل سبع ليال مرة تضغو آخر فليتني شلايت ذيو قال عم قال عبد الله بن عمر مري فليتني شلايت ذيو قبل تقبلوا إفايلايتي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء رسول ديس أقبلوا إيفيل هايتيو آهي وذلك كاس حاصل كي حاصل واي وذلك كاس حاصل قال عمر ميري وذلك كاس حاصل كي حاصل واي أني لي أني أنا كبرت وين ذي والله عفت الله إيه في مركز دم ولا غير نعنا وذي أوذي يعني أوذوا أي لايف أنا كذي وين ذي وايلا أنا كذيو فكان هو عبد الله من هذا يقرأ وأخيه ولا بعد يهل يهل عبد الله عبد الله هل شيء بعض لغة بعض لغة أذكر شيء كأخرية الصبع صبع يكأخرية من القرآن يبين نهاري مالا تكأخرية والذي جاء كأخرية يقرأ وساخر فلاو أي يريد القراءة تأخرية وسدونه الذي يعرض بندكاي والذي جاس من النهاري مالا تهلك بندكاي ليكون هو عرض لغة سين هذا أخاف كيف فضت عليه كل شيء بالليل يمين صلاة لك تكشى أم فضت هذا فكان عبد الله يقرأ وأخرية على بعض أهل أهل عبد الله عبد الله هل شيء بعض لغة أذكر شيء كأخرية الصبع صباحية كاخية من القرآن بالنهار ما لنت كاخية والذي يقرأ يريد دونه أي يقرأه إني أخري صفضه يعرض بنكاه الذي قال صبغي سأوك بره أوك الأخري ذلي يعرض بنكاه الذي قال سب من النهار ما لنت بنكاه هل شيء بنكاه إن دعوس ذايراي ليكون الأرض بنكاه كاس قرآن كلام كاس كن دعوس ذي هذا أخاف كيف فضت عليه عبد الله فضت بالليل في الليل منكم فضت هذا وإذا أراد هو عبد الله الدون يتقوا أي يتقوا إني هو قيس الدون أفضل أفرا أيام أيام تو أفرا وأسا كوبي أيام تي هذا ليبر شمبر كثير يسداي وسام هذا الصوم مثلهم مثل الأيام أيام تاس مثل شو الصوم هك الله كراهية أي يترك هو عبد الله كتب كاشد هذا الشيء أن كتب كتب كاشد هذا شيء قصوا فارق هو عبد الله فاروق النبي أنا بك فاروق عليه على الذي شيء شيء كل شيء كفاروق شيء رسول كي هو أن كتب توصل ليه أساس عبادة دين وداي واي لأن عبادة ما يلف هذا الشيء هذا بالله راتب كوالد تتا يعني ودول فدا مركز لا كون ملاس أنا بي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه قال أبو سعيد سمعت رسول الله يدعى يقول رسول قال كقولوا يخرج فيكم هذه ما هي بها أنا قوم يا بها قوم كسوت حق لونا يسنع كلا سان
صلاتكم صلاتي تيدين حقلا سنما صلاتهم صلاتي هدل الفيري وتعقلون صيامكم صنكين حقلا سنما صيامهم صنش هدل الفيري وتعقلون حقلا سن عملكم عملكين حقلا سنما عملي ممل شدل الفيري ويقرؤون أخريايان القرآن أخريايان لكن لا يجاوزه القرآن كين قذبانه حناجرهم كالحميال شو لونشون قذبانه يمرقون بها يان عبادة دي صلاة دي أو يهوب فيردون نمكو فيلين سلاس لكن حقو قادن لها إنو الكلام يلك جر ويقرؤون القرآن أخريايان لا يجاوزه القرآن كين قذبانه حناجرهم كالحميال شو مقذبانه يمرقون بها يان من الدين يكما يان كما يمرقو السامو قمون قصدون قفل بها من الرمية من المرمية تنك قمين قفل بها وكلا ينظر فيري هو ينظر الرامي كان ولا جمي فيري في النسل برت فيري قمونك كان أو كجمي سعارد كجمي برت فيري فلا يرى مرجعه شيء أن من الدمي شيء ديجا سيو أنك فل به شيء ديجا مرجعه وينظر الرامي كي جمي فيري في القدح في القدح ليب كفيري فلا يرى مرجعه شيء ليب كني ديج دري أي العود لانتو أي لانتو قمونك برتك جرتوا يعني فيري فلا يرى شيئا شيء مرغاو وينظر فيريا في الريش بولك فيريا بالك ميلو ريد يا فيريا يعني فلا يرى هو رجل كرامكي مرغاو شيئا مرغاو ويتمار الرامي كي جمي ميك شكي اي في الفوق غنكك شكي او غولك غنك او بالك مركلو كتاب غنك هذا قل سارو ميرا اموال ير ديگ ديري يك شكي او ساسا ديگ انكو بهايا كلكن دينتو بهايا ولا غسير يعني ديگ سلشكي او ما وليار ما والكمك إيمان كجرنو إيمان كساسون كباين واي النبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه عن النبي خوارجين تلت المامين من كاس أكا خروج سهمي من السيديو لاحتمال أن المراد بالدين طاعة الإمام أو خارج مخرج المبالغة يلدك هاي في مقام ذمهم وإرشادي أن المدار على الإخلاص نيت وأن من يسير العمل مع النوافل بعدد بعدد الفرائل بعد اداء الفرائل واجتناب النواهي كل كن من كاس خوارجين تسلط الماما اساس الدين تنو بهايان للي كل كن ستوس ان مال غير كر غالو مال غير كر مي ولي ويتمارى في الفوق يلري فوق شكيه ولير ديغ دين تي كل كن ولير كاس اوكل يل كشي باي كو هاي سدان واي النبي موسى رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ناو ميك قول المؤمن مؤمن الذي مؤمن ويقرا هو مؤمن كاخري القران اخري هذن ويعملوا كعمل فلاو بي بالقرآن كعمل فلاو كالوترجتي بمبيل أوكل واي دعم الوترجتي بمبيل ذا أصل دانش ضيبون كي ديبه واي معان واي وريحوها ريح ديانا ضيبون تي ديبه واي ريح ديانا ضيب وريحوها نضيبون واي آهي والمؤمن مؤمن الذي مؤمن كأسو لا يقرأ هو مؤمن كأخريان القرآن أخريان ويعمل ولا يعمل عمل فلان بي بالقرآن كعمل فلان آهي كالتمرتي تمر أوكل يلمي ويعمل عمل فلاو ده قران كي ما خيا ولكن كعمل فلاو والمؤمن والمؤمن مؤمن الذي مؤمن ولا يقرا اخريانه القران قران اخريانه ويعمل لكن كعمل فلايو بي بالقران كعمل فلاو كتمرت تمر لمدي دعم هذا دنش ديم ديب واي دنش هوس ما ان و ايمان كما ان كويو ولا ريح لا قران ما خيا ريح لها اساس ولا ريح لها لتمرت تمر تن ريح مله ومثل المنافق وصفه المنافق منافق سفيدس الذي منافق سو يقرا اخر القران اخر كريحانه ريحانه او كل المديو ريحها ريح الريحانه ريحانه دي اده ريحشه ضيبون كي ديبه واي ودعمها دنشن مرون كي غريره واي ومثل المنافق منافق سفيد الذي منافق سو لا يقرا هو منافق القران اخر يانا كالحنذلتي كريري او كل المدي دعمها دعم الحنذلتي قردميرد ولا ري كريري غاس دنشي مرون كي غريره واي وخبيثون كي هو هدن وريحها ريح دي انا مرون كي غرير لهم ريح دي انا يعني تي كساس لانكم منافق اوسن قالا كوي كوني كركون كوني فايد ملو عن جند بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي نو ميك قول اقرا القران اقرا اخر القران قرانك اخر ما تلفت انت بنص دمنت ما جتمعت انت بنص كل سنت قلوبكم عليه القران اقرا القران قرانك اخر ما جتمعت انت بكل سنت ما تلفت ما جتمعت قلوبكم قلبي يالكي انت كلون سنت عليه على القرآن كلون سنت فإذا اختلفتم الدس خلافتم فقوموا قما عنه عن القرآن قرآن كقما مركاس الدس خلافتم قلبي جنبه أو قرآن كفصل الدس خلافتم كشل تبالي لي فقوموا عنه عن القرآن كتاب النكاح هذا كتاب النكاح نكاح ين كتابه بسم الله الرحمن الرحيم أنا ناس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنا اسمعك قولي
جاء ميكوين ثلاثة هادين سيد قفو يكوين إلى بيوت أزواج النبي نبوزو جالشي قريال شو كوين صلى الله عليه وسلم يسألون هال سؤالين كوين عن عبادة النبي نبوك عبادة دي سؤالين صلى الله عليه وسلم رسولك سين عبادة سيد إذا مركي لوك سمي يمينك سلاة لسا ويلا ولا سور سيد فلما أخبروا ثلاثة دي مركي لنشاقي كانهم أن ثلاثة دي والمت تقالوا يؤي رايس دين والمت ها العبادة عبادة النبي رايس دين والمت فقالوا ميرنوا أين نحن ننتين روغنا من النبي نبغنتين روغنا صلى الله عليه وسلم أيوة لقد غفر الله إلهي دافي له للنبي أن دافي ما وان دافي تقدم هو ما هرمري من ذنبي ذنب النبي نبو ذنبي شيء ولي هرمري أن دافي وما وان دافي تأخر قد المري من ذنبي ذنب النبي نبو ذنبي شيء ولي هرمري ولي قد المري أن دافي ذنب ما بلا إني أدل هذا فذن ولا دافي أنه ذنب كان مال دافن عبادي بديانه فقال أحدهم أحد ثلاثة سديدي كوشو ميري أما أنا فإني أنا أصلي تكذي الليلة منك تكذي أبدا صلاة الليلة كي جرى منك استوى وقال آخر كوكلان ميري أنا نصوم صومي الدهر دولة زهري دولة دهري زمن كي إذلي صومي ولا أفضل أن ما نفرو وقال آخر كوكلان ميري أنا أعتزل أن فوق هذه النساء بل أن تكون فوق هذه فلا أتزوج أنا مزوج إيسا أبدا سيري فجاء ميكوي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شينكوي إليه ما أنكوي فجاء رسول الله يكوي إليه من ثلاثة أنكوي ولا شيء فقال النبي مر أنتم من الذين أنمي دينه قلتم كقولنا كذا صد وكذا صد أرتمي دينا ولا شيء عن دوان شيء ها إن غيره ده نونوس أسر نيو أما هو يا رسول الله كدار ده إني الله شاك يوبس بدن الله شاك يوبس ده كم يسين إني أنا الله شاك كم كان سين كوبس بدن يا هلا لله إلهي سين كوبس بدن واتقا كم كان سين كوبس بدن يا هلا لله إلهي سين كوبس بدن لكني هسيهاتي أسوم أنا صومي وأفضل أنا نفري وأصلي أنا نتكذي وأرقد أنا نندري وأتزوج أنا نقرسي النساء بلانا قرسي فمن رغب لنكي ناو عن سنتي دريق دي تنوها ناون فليس هو من كاس مني أنا مؤمدان فليس في دريقي وفي هديه مانا دريق دي ننكي مكسوكو لنكي خلاف عن سعد بن أبي وقاس رضي الله تعالى نكاح يلس فرعي وصنود نباكو مدتهم هو فرصت لنجل عن سعد بن أبي وقاس رضي الله تعالى نقال سعد ميكو قريت هدى النبي نبغر ردي على عثمان بن مضون عثمان بن مضون كل شيء كردي التبطل قهو أي الانقضاء قهو بالعبادة بالعبادة عبادة لنقهو إلا عبادة يسد أي يعني واقع يكردي رسول الله عبادة لنقهو يقول لك يمقور سدا ويري كردي مجرد ويري رسول أي يعني ولو أذن الرسول رسول كذا مفدي له لعثمان بن مضون كذا مفدي لخت سينا إسلوفاني لهايني شاهد الله سكتبي فدني رهدي بعد لنقوا فدني دي رسول عثمان عند مفدي عثمان اللي نيجا دعنا سند يا كميدة تلا نولا إليه نقول سيدنا النبي يريد ترى الله تعالى نقول أبي يريد قلت يا رسول الله يو إني أنا رجل غا رجل كاس وشاب عند لين يرى وانا أنا خاف وانا يبصده على نفسي نفتي كرشين قبصده على أنا تا أزنا زين قبصده لان دلين يرى شاهد الزايد تا زين قبصده ولا أجد مهلاو ما شيء مهلاو أتزوج أن قرص دبي بما ما كان نساء بلان كقرص دون مهلاو فسكت النبي نبغى موسى يعني أن جي وموسى ثم قلت أن ما يكون قولي مثل ذلك القول يكون قولي فسكت النبي وموسى يعني أن جي ثم قلت كقولي مثل ذلك القول يكون قولي فسكت النبي يعني وموسى ثم قلت ما يكون قولي مثل ذلك القول يكون قولي فقال النبي مر يا أبا هريرة أبا هريرة وجف القلم وقلم كين جي بما ولا جي قلم كم قاعد يرتل كاب تقال لين جي أنت ذي بلاقين لكل ما سوى ولكن كل ما أصلاً يوبا لابتوك يوه غرسداس يوه غرسدان يوبا لابتوك يوه فاختصا قابصي على ذلك كاس كورشيك قابصي او ذر كتبو مانا فاختصا يعني قابصي على ذلك فاختصا جوكسي كجوكسي مانا على ذلك كاس كورشيك جوكسي او ذر او دع كتبا ديك الوا كل يرانت الصدو ولي لكين قدري لكين قدري يوبا لكين قدري خيد ولي فداسك كارانتاسك قابصي سيدي لا ينقدرون اقلاس له أمر كمل رأي أمر تهديد و فقتسي يعني إسلوفاني على ذلك كاس إسلوفاني أما فقتسي كجوكسي على ذلك كاس كرش على ذلك كاس كرشي كجوكسي قدر كلاه كجوكسي سيلينجا إلهي قدر نغلاس له أو ذر أو دع كتبهم والويدي قرسي صلى الله معنا أنا عائشة رضي الله تعالى أنا قال ذا عائشة ميكو قولي قلت المير يا رسول الله ورأيت إن ورم بلو نزلت أرأيت إن ورم بلو نزلت هذا الدقدو وادي أن وادي الدقدو وفي في الوادي وادك هذه الشجرة تنجد يا لك الصغنين آرن أي قد إيش ما آرن أي لكن قد أكل الأمي منها من الشجرة منها من الشجرة شجرة ذا سيشل لدعي ووجدت هلا الشجرة تنجد ولم يؤكل لن أغن منها من الشجرة لقام أذهل في أيها أي واحدة منهما لم تستبا
كنت هاتي ترتيع كداج صدفة دبائرة كقربها كداج صدفة دي سرتمانا تقول لا أمي يعني واكين قرون دكتور واس إيو تقولون أعني هتلاقي أصابة كجيل كداج صدفة دي قال النبي نو ماك قال في الذي جا كداج صدفة دي أي لم يرتع لن داغنا منها من الذي الذي لن داغنا تعني عائشة لجدي لتا من لجدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج هو رسول كنغورسن أن لجد بكرام بكار أن لجسن غيرها غير عائشة عائشة ما أن تغلن داغني هايو مانا بلانتك لأن تغلن داغي هايو مانا قبل جبت أيو جبت نتني بدنيا قرنغا دتك دواسو بلانتو أو غروب كي جبت وايو مانا والله كتو دوريو لكن سفلاس مكوهلاسو مانا لكن يعني تن أولن داغني فيلي ساسو لي مكار دي إشارة هيت kolku may kale sheekh nusun hadii tan gaad tahay oo blu guursada u bikaar hal guursada oo ahaa ishaarada asmeel ka jirta waana ana aisha radiyallahu ta'ala anana nabiyya sallallahu alayhi wa sallama khadaba nabiyyu nabaw waydiisidiha aisha waydiisidi ila abi bakr inga waydiisidi faqala abu bakr abu bakr gibrta isido fadee wa abu bakr oo saahibkayo faqala abu bakr radiyallahu ta'ala anu meeray lahu lin nabiy nabaw may ngaray inma in kal mahane ana ana rasulallahu akhuka walal kawahu walaal ka baa gibrtay sakin siyo faqala nabiyuna umay ko gore anta daaxi walaal ka fi diinillaahi walaal ilaato wa fi kitaabi kitaabi laa ilaahi kitaab shee walaal ilaato wa hiya gibrtan li ana laanta halaalun halaalay ingata idar haye walki daray leey diidu karu wa ana aisha radiyallahu ta'ala anna aba hudayfata bin udbata bin rabi'ata bin abd shams lankalero aba hudayf wa kana abu hudayfa mimman hadi shahida wa man ka hadri badran hadir ma nabi naw ma aisha ilaahi hadri يتبنى هو ابو حذيفه انكو والدي سالم بن سالم انكو والدي جعل ولدك والدي معنا تبنى بمعنى جعل ولدك انكو والدي عرفت ما يولجرن لانكي دي روغو دونكو يلين اوكل هوب يوم هديان جيك ورات وان انكو اتلراي ابلو بلو ليراني لينك دري رجرن تبني ليراي شريات ريبتي مركدم ودعوهم لي اباي ما قال هديجي اوتيادو انكو ويرالري او سنان اي لينكو ويرني كلكم ابنا ابا حذيفه تابتر ليوا يتبنى خبرك ميلك انغدي ان ابا حذيفه بنت عتبه وكان ممن جمله معتر الا ادفل وكان ممن شهد بدر من النبي مع النبي واه وهي ان ابا حذيفه وتبنى ولد والدي سالما اي جعل ولد دغه سالما والدي وان كان هو ابو حذيفه كبريها وهي هو سالم كاسا بنت اخيه ولا شيء جبرتس عند بنت الوليد بن عتبه لرايك دري ابن ربيعه وهو اي لانكن ليراو يعني واكاي مولان لمراتين وهو سالمنا مولان عتيقون كيلون هروي واي لمراتين بلا ميتو دون هذا جريلون هروي امراضا سومن الانصار المدينه ابن مع سالم ابن معقل من اهل فارس يكو هذه فارس ميلو اصل شي دون يا هي مهاجر يا هي انصار يا هي اي يعني ساسو كما سدي تبنى النبي نبغ انكم والدي اوكل صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه زيد بن حارثه ورلان ميل رجري زيد بن محمد عليه الرحمه رسول كنك والدي وكان من قف ما يادي تبنى ولدك والد رجل رجل في الجاهليه في زمن الجاهليه رجل ولدك والد انا دع الناس ذاتكم ويرين هو من كاس ين ويرين الي دع الناس ذاتكم ويرين هو رجل كاس الي الى من كاس ان ويرين بلا بلا راي وورثه هو ايوا يعني واكي مثلا ما دحلاي وورثه هو رجل كاس دحلاي من ميراثي ميراثي من تبنى كان وصلنا كوالد دي ميراثي دحلايو انو وصلنا ليو كلان دحلاي حتى انزل الله عز وجل الى الهي كدجو دعو ويرهما الناس دك ويره لي ابا ايما ويال شون كويرا الى قولي وانت يولو الى قولي قول الله تعالى الهي قول شل كدير ومواليكم واي ودعوم لي ابا ايم ومواليكم منا مواليكم كو يسين هريتن منا ومواليكم ان يسين هريتن واي فردو يعني واي فردو والردي دك والردي واي الى ابا ايما ويال شون تكلن ردي لم يابشلن نغي فمن قف لم يعلم له لمن منك ابو او لن يغاين كان هو من هذا مولان كي الهريري وي هذا واخان ولا في الدين دينت ولا الدك له هذا فجاءت مي كويتي سهله بنت سهيل بن عمرو القريشي غير قريش بالنسبه سهله ذا سكويتي فبيل شان قريش وين دلت ثم العامري هاي عامر دلت وهي بلا ميت هذا امراه ابي حذيفه بن عتبه تواها ابي حذيفه بنت عتبه بلا ميتس يا نبي انا بون كويتي فقالت مرتي يا رسول الله الى رسول كيسيو انا كنا هن نرى نعتقدنا انه ما يتقاد يعني سالما سالما ولدا يتقاد يعني الا ان تبنى سالما هو ديلرغدا انه كو كلي بنين هاي درو جريو
هيا يعني واكي ساسواي سالي وقد انزل الله الى مهدي جي في شاني شاني سالم سالم شاني شي وما ما ما ولا يهدي جي قد علمت هذه بقد ودوم لي ابا ايما لري كل كنا اوكي اوني وسالم كيلنك دلاي سالم بن ابي حذيفه لراي والكو ترتري حتى وسين لانغوينغو ادير روغ سلو الو فذكر الراوي راوغ مي شيغ الحديث حديث كي شيغ حديث كدير اي سالم نوجي تيل راي هاي تيمانا طلعوا الكبير لندل سلاي وانا انا عائشه رضي الله تعالى عنها قال عائشه ما يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قال على ضبابه بنت زبير عن قال زبير بن عبد المطلب ده رسول كده شيء كبير ده لي ضبابه له راو لسله الرحم عن قال قال بريريو فقال النبي نو ما يقول لها يا ما يقول لعلك يا ميمون انت ارتيني هذا دون سؤال حج حج دون سي ميمون انت حج فضايته قالت ميرتي ها والله يا كدار ده لا اجدني لا اجد نفسي نفتي مهلاو الا وجعت اني حنون سن له له إلا وجعت إني أنحنون صناع دوريا أجرن لي سلو أشكم بافضي لكن أنحنون صنو فقال النبي لها لضباعة ما ينري حجي انهرته سجرناو أشكم با واشتري دي شردي وقولي ده اللهم يا الله والله يو محلي مكان تحللي على نغشي دي بوس دي حجي حرم دي وان ميران كحرم الكالا نغدو حيث مكان واي ده حبست إلا وذا بسطن يعني حبست كلكم ساسر تي وان بطي مركي دم إلهي آفيا وران وراح چين قدتيو شرط غاسني بناوي شرط إعرام وشرط الكيلو وكان ذي بلا ميت ضبابة بنت الزبير لري ما بهاتي تحت المقداد بن الأسود مقداد بن الأسود هو سيسيك جرتي واي مقداد بن عمرو يو الأسود تبني أنا كذا تبني وها أو شيء ما هي تبني هاي جاهلية ما قاس نكويريو عن أبي هريرة رضي الله هو سيسيك جرتي منا زوجي دي صحيتيو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي نو ميكو غولاي تونك المراه بلا ميل انك حصل لاجلي لواحده من اربع و تونك المراه بلا ميل انك حصل لواحده هل انت من اربع افر شيخ وهذا انك حصل لمالها لاجل مالها مال سدرا دي انك حصل ولاجل حسبها شرفتي انك حصل ولاجل جمالها جمال المراه بلا ميت صورت دي لها انت انك حصل ولأجل دينيا دين المرأة بلا ميت الدين شد رادي لن نكاس ذي فظفر أنت أذك الليبان بذات الدين دينك تنصاحبك الليبان تربت يداك أهدك لما ذكنا للديايان تربت للديان يداك لما ذكنا يد للديايان هو بيذنك الليبان فقيرا سيد للدياس عن سالين رضي الله تعالى عنه قال سالميك قال مر رجل كاسو غني تاجر على النبي نبو كرشي مري صلى الله عليه وسلم فقال النبي نبغ ما يكو قولي ما تقولون الدضا وما إراسن في شاني هذا الرجل رجل كن انت مراهي تاجر كي شاني شيء ما إراسن قالوا ما رينا حري ما يبقى أولك إيا إن خطب هو الرجل هدي ويدي سدو إمرأة بلا ما يويدي سدو لنكن لن ما القبين هو أي ينكاح هو رجل كن اللي نكاح يا أولك إيا وإن شفاع دي أخيار نمو ضلبون أي شفاع إني أخيار مدس لضلبه وإن شفاع دي أخيار نمو ضلبون أي شفاع إني أخيار مدس لأكبر إيا حقيقة كي وإن قال هو رجل كن هديك قولون أي استماع هو رجل كن اللي دقوا سد قول شيء يا حقيقة كي واي لم مالك أبوها قال ما يوري الناس عبيد للنا الناس عبيد للمال يا لره دتك ما ما أضن إينا مالك أضن إين لن كست مال هو بلن كلي لن كست أضن ديارا إيوا إني ولن قبض معناها لو تسي ولكن سي اللي قال ما يكو قولي قال النهي قال الرابي قال سهل سهل ما يكو قولي ثم سكت النبي نبغ آموسي ولا قوش مغريهم فمر عبد الله مر رجل غمر رجل قاسم من فقراء المهاجرين مهاجرين تفقيرن تو كم ديا مر فقال النبي نو ميك قول ما تقولون ما راسا في هذا الرجل الفقير ما راسا في شان هذا الرجل قالوا مر ان حري ما اولاها ان خطب هو رجل قد ويديسدو الله ينكا ان لن نكا وان شفا دي اخيار ما طلبون الله يشفع اخيار من الاسلام دال اقبلنا وان قال هو رجل قد قولون الله يستمع ان لندغن سنه تاسحقيك كيو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزان كسارتنا لما دنقفها أني ميزان سنساره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول شميك قول هذا المسكين مسكين كان قانع خير خير بدن من ملء الأرض أرض مكشيك خير بدن مثل هذا الأول كي يقولوا مثل شهاده كي يقولوا تاجر كهاي أدونك بوه كان مسكين كان خير بدن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ميلاه دباب كان يوافقه حديث نكاح طلب اول سيات اسلم وان خطب ايونكها يعني هديون يوك ول نكاح تاسم يلون فضل حري ما يولا ان خطب امراه ايونكها ان لنكاح
جبروا ويدي سمال ديدو عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي قال النبي نوم يقول صلى الله عليه وسلم ما تركت مكتمنا بعدي بعد جاي فتنة فتنة مكتمنا فتنة عصو الله ربي وبدن على الرجال رجال كرشة رباس من النساء بلان كل ربي وبدن مكتمنا يا ريمانا رجال ولا فتنة يوم إنك بدن بلان عنك بدن هو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس قيل للنبي نوم يقول صلى الله عليه وسلم لا تتزوج أنت مقر سلاسو ابنة همزة إذا ركا همزة جبرتيس مقر سلاسو قال النبي نومي كقول إنها إن ابنة همزة همزة كبرتيس ابنة أخي ولا الكي كبرتيسو من الله ولا النقص ولا ليك الله أو شيء أو همزة بابا نيبا بلا ميتو حليمة سعدية ننوجديو كل كن دينيقا سوال لنكها إذا رمض لين في لدن أنيبا إذا رمض من الله إذا رنكها أنا عائشة رضي الله تعالى عنها إذا ركا كبرتالي من الله عتيان أذا ذا رنك تنبسوا من الله بلا مي يعني لما قف هذا حصل ننوجدي وراديو مال اسكندر كور وراديو مال غورسدو كم غورسدو كور كان قال ادير بايو انا عائشة رضي الله تعالى عنها انا عائشة سمعت ديك دي صوت رجلين رجل كو صوت ديك دي رجل كا سو يستادينو اذن طلبوا في بيت حفصة حفصة غريش اذن طلبوا فقالت مير تي قلت ان مير هي مسير فقلت ما يقول يا رسول الله يو هذا كان رجل واي رجل كا سو يستادينو اذن طلبوا غريال كسك دغي نوقدا في بيتك اذن طلبوا ديتا دين روغني لان اذن طلبوا فقال النبي نومي رسول الله عليه وسلم أرى أظن أن ما يملأ هو رجلك فلان أن يبلغ ملأ يعني هو نبغ من الجد لعم حفصة حفصة ذهر سين الجد من الرلا أنا ذهر كأو ده قال ذا عيسى تو عيسى ميكو قوله هو بذهر بلا تا أي لانك ينوج بلا ميت ينوج دي هرتك قبيب لانك لنا ذيب ذهر نقدو أنا يبلن ساسة قبير تي عيسى قال ذا عيسى تو مرت لو كان فلان أن يبلغ لانك لرا حيان كي نول هذا فدي تعني من الجد اللي أمي ها أدرجه من الله أتي نوسين الشيء ذا رنكين الجد هاي بلاو نول هذا فدي واب دخل الله دخل واب إن قال فدي ماي على يانا كركه إن قال فدي ماي فقال النبي نوم يقول نعم ها ما يوالي الله أتو سريع بنوسنت تحرمه هي الله أذ ما يحرماسه ما ولا قد تحرمه حرماسه الولادة تدلو حرماسه طلب دي أون يو نوسنت ها يعني ودلو كحرم كها ينعا نوسين الشيء نحرم كنا قضايا عن أمي حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها قالت أم حبيب قلت أن مريم رسول الله يوانك أني كاسوي أختي ولا لي بنت أبي سفيان أني كاسوي أم حبيب بنت أبي سفيان مالي رها أريتنا هبلي بنت أبي سفيان أنك درسوي فقال النبي نومي كقول أو تحبين جيلا ذلك الجمع كل ميوكا سديتين أذلان كوس القرص الجيلا فقلت أن مريم نعم ها ميوالي لست المهاني لك أذلانتا بمغلية تنتكي لخال نقدا اسمي واحب من قف كان لجيلن بدين شاركه شركنا غدونيان في خير اكل شركنا غدون اختي ولا لي واي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الهي نبي شي ميكو قول ان ذلك كاس لا يحل ذلك كاس على المال لان هلال مين قلت ان ميكو قول فانا ان نحدثنا عنه ان ميكي شيكو اسلام ان كذب رسول الله تريد دونايت ان تنك عين نكاس فضايت بنت ام ابي سلمه ابي سلمه جبرتيس نكاس فضايت توك شيكو اسلام قال النبي نو ميكو قول اتزوج ان غرس لي بنت ام سلمه ان غرس لي قلت أن ميكو قولي نعم أساسا لنو فقال النبي مري لو أنها أن بنت أبي سلمة أبي سلمة قبرتيس لم تكن هدن هذا وان وابتا هدو سلاف ربي بطي ربي بدأ أن كريو أن هذا فان في حجري لبتيك سوكم ما حلت هي بنت أبي سلمة حلال لي أن مين حلال نغض فان ما يواليو لين كلا جرتو حتى آذية بقى بي ربي دين سلاف هو حتى آذية أن نغض فان إنها إن بنت أبي سلمة لبنة أخيو ولا الكي كبرتيس من الله أتي ولا ليك لأو أرلاد ما ينوجدين يان وابا سلامة أو شيء فوائب توين الأسلامية ننوجدين فلا تعرلنا بلانت علي كركا إنك بانك دين بناتي كنا جبريال كين ولا أخواتي كنا ولا نيوك إنك بانتي لك دين جبريو نيو يعني واكي جبرتي بلا مي جبرتي مالس غور سدكور بلا مي ولا لي مالس غور سدكور إنك بانك دين والله أعلم السلام.